قلب قلب واشرب. اللي انا بشربه ده بيحتوي على عناصر غذائيه رهيبه جدا، بيرطب الجسم من الداخل وبيحمي الجسم من الجفاف والاكزيما، وكمان بيعالج حب الشباب وبيخلي الجسم جوه زي الفل والدوره الدمويه زي العسل كده شغال على طول، وبيحسن اداء الجسم جدا. بشرب ميه ورد، بروح لعطار كويس بقول له عايزه ازازه ميه ورد مخصصه للشرب، باخد ازازه اللتر الميه بتاعي المخصص يوميا، ببتدي احط عليه ربع كوبايه من ماء الورد واقلب كويس الزجاجه واشرب منها طول النهار. الطعم روعه جدا، مش مقاس. يبقى انا كده غذيت الجزء الداخلي ورطبته وحميت الجلد من الجفاف بره وجوه زي الفل. جربوه شيروا لاصحابكم عشان يستفادوا.